السلام عليكم ورحمة الله، كيف حالكم يا أصدقائي؟ أتمنى يا رب تكونوا بخير. أهلا بكم، معكم أحمد صالح بلقاء متميز ضمن برنامجنا الباوربوينت وفي صناعة المحتوى. بلقاء اليوم رح نتعلم كيفية فن الإضاءة إن صح التعبير برسومات الإنفوغراف اللي بتكون داكنة أو بتكون يعني غامقة بالشرائح. كيف نتعلم فن الإضاءة؟ مثل ما أنا شايفين على الشاشة بالضبط، هذا اللي رح يكون محور لقائنا بهذا اليوم. قبل ما نبدأ على بركة الله أطلب منكم لو تكرمتم ضغط مفتاح اللايك، بتساهموا معي في رفع شأن الفيديو في منصة اليوتيوب وإيصاله لأكبر قدر ممكن من الأحباء اللي ربما يحتاجوا منا هذه المعلومات، وأيضا التعليقات بتساهم معي في دعم الفيديو. وإذا كنت ضيف جديد على قناتنا منتشرف فيك، اضغط مفتاح الاشتراك وفعل مفتاح الجرس ليصلك منا كل جديد، ولا تنسوا دعمي على قناة حكاية شغف، رح يكون رابط القناة في صندوق الوصف إن شاء الله. ويلا نبدأ مباشرة مع بعض بعد الفاصل. اهلا بكم احبائي مرة تانية. بعد ما قلنا تشغيل برنامج الباوربوينت رح ننقر باليمين على مكان فارغ ضمن الشريحة، ومن تخطيط رح نختار شريحة فارغة. رح ننقر باليمين مرة تانية ومنتوجه الى تنسيق الخلفية لحتى نبدأ بتزيين الخلفية. رح نفعل تعبئة متدرجة ورح نختار لونين للتعبئة. رح نختار اللون الاول، بجي من اختيار لون، وانا كنت مجهز الالوان تمام، وبجي بختار اللون الثاني، هذا هو اختيار لون، وبختار اللون الثاني. رح يكون معي تعبئة متدرجة بهذا الشكل، خلنا نختار زاوية تانية ويكون معي بهذا الشكل بالضبط. هذا فقط ان انا رح ازيد بكثافة اللونية شوي، لانه بالخلفية ماني محتاج يكون في عندي اضاءة كتير تمام. رح نتوجه الى ادراج، ومن الاشكال رح ناخد شكل المستطيل يلي زواياه مستديرة كالمعتاد. أنقر مع السحب لرسم الشكل بمساحة معينة. رح ننقر على نقطة الصفرة يلي هون بالأعلى حتى نعمل الجهة العلوية عبارة عن نصف دائرة، والسفلية أيضا على شكل نصف دائرة بالضبط. رح نختار مساحة معينة وليكن معي بهذا الشكل، وحجم معين يناسبني بالتصميم تماما. الآن رح أخذ منه نسخة تانية بالضغط على مفتاحي كنترول زائد دي، كنترول زائد دي، صار في عندي شكلين. رح أرجع إلى الشكل الأول وبرجع إلى التعبئة المتدرجة، تعبئة متدرجة تمام. طيب اللون الأول رح نختاره أيضا هو اللون الغامق، واللون الثاني رح يكون معنا اللون الكاشف اللي احنا محددينه. برجع باختيار لون وبنختار اللون الكاشف تمام. خلني أزيد شوي بعتامته بعض الشيء، وأتأكد أنه هو عبارة عن دياء من زاوية، من زاوية من الأعلى تمام. هذه من زاوية من الأعلى مثل ما أنا شايفين بالضبط. إطار الشكل، إطار الشكل بجي بختاره عندي إياه بدون إطار. شو بنختار؟ بدون إطار. رح نرجع إلى الشكل الثاني، وأيضا بجي بختار تعبئة متدرجة وبجي بختار بدون إطار. لكن التعبئة اللي عندي إياها بدي أعكس الألوان فقط لا غير، يعني هذا اللون خلنا نجيبه لهون تمام، بدي أعكس الألوان فقط لا غير، أعكس الألوان تمام حتى يكونوا معاي بالعكس مثل ما أنا شايفين بالضبط. هذا خلنا نرجع لورا شوي لاني صارت عندي ظلمة زيادة تمام بهذا الشكل تمام. الان راح اطبق الشكلين فوق بعضهم البعض، اضغط مفتاحي كنترول مع الشيفت وبنكر وبسحب للخارج، يعني حتى جدا صغيرة تمام، يعني يا دوب انها تبين، حتى صغيرة تزيد المساحة بمقدار جدا بسيط. ورح نختار ارسال الى الخلفية او نقل الخلفية لحتى يعطيني هاي اللمعة وهذا الظل مثل ما انا شايفين بالضبط تمام يا اصدقائي. طيب رح نتوجه الى ادراج، ومن الاشكال رح اخذ شكل البيضاوي، اضغط مفتاح الشيفت وانكر مع السحب لحتى ارسم دائرة معي مثلا بهذا الحجم وبهذا المكان جدا مناسبة. اضغط كنترول زائد دي لحتى يكونوا معي شو دائرتين اطبقهم فوق بعضهم البعض بالضبط. ركز معي شوي، رح نجي الى الشكل الخلفي بالضبط، الشكل الخلفي بالضبط، اضغط كنترول واحدد الدائرة العلوية، ومن دمج الاشكال رح نختار طرح. برجع بحدد الشكل العلوي هاد الفوقاني، اضغط مفتاح الكنترول وبحدد الدائرة الثانية، وبروح الى دمج وبنختار ايضا طرح لحتى احصل على هذا التجويف بالاشكال تمام يا اصدقائي. طيب الان بتوجه الى ادراج ونرجع نختار شكل دائري، انقر مع السحب لحتى ارسم الشكل الدائري، لكن رح يكون معنا بمساحة اقل. خلنا اكبركم رسمة شوي مشان نشوف تمام، يعني ما رح يكون معنا حجم التجويف لكن هو بمساحة اقل بعض الشيء
تمام؟ طيب خلني أختار نفس المبدأ نسخة تانية منهم. هذه صار عندي كم نسخة؟ تنتين. الأولى راح أختار التعبئة متدرجة، وبنختار الحد عندي يا بدون إطار، تمام؟ باختصار بجي إلى الثاني نفس المبدأ كمان بدون إطار، وبختار التعبئة متدرجة، لكن رح أعكس الألوان بس فقط لا غير. كل عمليتنا اليوم عبارة عن عكس الألوان. الآن الشكل الثاني اللي أخذناه هذا المقلوب يعني، تمام، رح أكبره حتى إضافية، بس حتى وحدة إضافية، ورح أطبقه على الشكل لهون، وبحيث يكون وين خلف الشكل بالضبط، لحتى أرجع أحصل أيضا على هذا الظل والإضاءة، الإضاءة العلوية عفوا والظل بالأسفل، تمام. فقط اتاكد ان الرسمتين عندي اياهم يعني بالمحاضره السريعه الى الوسط والى المنتصف. راح انقر مع السحب وارسم احط الاشكال بهذا المكان، وبعملهم جروب بالكنترول زائد جي. راح نكبر شوي، خلني اخذ مساحه الرسم اللي عندي لهون. راح نكبر فراغ العمل شوي، تمام، واتاكد انه انا في عندي مساحات فارغه. بما ان الحواف تقريبا رح تطابق على بعض، فبضغط كنترول مع الشيفت وبرجع بصغر الشكل كامل حتى إضافية، تمام. خلني أصغر مرة تانية، تمام، أصغر الجروب كامل حتى إضافية، بحيث يكون في عندي هالفضوات أو الفراغات، تمام يا أصدقائي. طيب خلنا نرجع نصغر شوي ونرجع إلى موضوع رسمتنا. الآن رح أخذ الشكل الخارجي هاد كنترول زائد سي وكنترول زائد في، يعني شكل واحد فقط لا غير، شكل واحد مثل ما شايفين فقط لا غير، تمام. طيب الان هذا الشكل راح اجي واعمله تدرج من الالوان اللي انا كنت مختاره، عفوا بجي بختار اداه اختيار اللون، اختار هذا اللون الغامق، وبجي الى النقطه الكاشفه وبجي بختار اللون الكاشف، تمام. طيب راح اسحب على هذا المكان وباخذ كنترول زائد شيفت وبكبر المساحه شوي، ومباشره بتوجه الى تنسيق وبنعطيه ارسال الى الخلفيه. لوين؟ للخلفية لحتى يعطيني الآن هذا الشكل بالضبط. رح نتوجه إلى أدراج ورح ناخد مربع نص وأرسم مربع نص في مساحة صغيرة، وأضع مثلا عندي النسبة وليكون 100%، إذا كان عم نشتغل نحن هذه اللوحة الإنفوغراف كمخطط بياني، تمام؟ طيب بيحكي عن شيء معين كمخطط بياني. طيب رح أحدد النص، رح أنقر باليمين وأختار تنسيق التأثيرات النصية، برجع التأثيرات النصية لهون، اختار التعبئة متدرجة، وبنختار نفس العائلة بالضبط، يعني هذا اللون الغامق وهذا اللون الكاشف، تمام، وهذا اللون الكاشف. رح نختار بولد، نكبر حجم الخط شوي بما يتناسب مع اللوحة اللي عندي اياها هون، مثلا عندي اياها مثلا بهذا الشكل بالضبط، تمام. طيب بختار منه كنترول زائد دي، ورح نكتب العنوان هون مثلا، تمام، خلنا نصغر العنوان مثلا شوي، بختار كنترول زائد دي، تمام، ومنجيب اي نص. رح نستخدم نص افتراضي من برنامج الباوربوينت باستخدام المعادلة رند. رح ارجع الى ادراج، ومن الاشكال رح نختار خط قطعة مستقيمة، اضغط مفتاح الشيفت وبنكر مع السحب، خلني ارسم قطعة مستقيمة بهذا المكان بالضبط، اسحبها لهون، تمام. ورح نختار ايضا نفس الشيء التعبئة المتدرجة، لكن للخط رح نختار شو هون، خط متدرج، تمام، وباخذ نقطتين. النقطة الاولى انا كمان بجي بختارها اللون الغامق، والثانية بجي بختارها اللون الكاشف بالضبط، وكمان بختارها خطي ويكون معي من الزاوية. عندي العرض ربما نزيده شوي حبة لحتى تبرز معي الإضاءة بشكل جميل. موضوع 100% برجع بعمل لها كنترول زائد دي، وبجي لهون بسحبها ونكتب مثلا الخيار رقم 1 معنا بهذا الشكل. هذا حبينا نزيده يعني حتى إضافية بالحجم، وبنعمل ظل ألم. الآن راح أحدد الأشكال كلياتها، تمام، وبنقر مع السحب وبختار مكان لا، تمام. بعد ما اخترنا المكان، انا لما بدي اشغل الشريحة بدها تكون اللوحة معتمة وما في عندي اي خيارات، تمام، وبعدها تبدأ ظهور الحركات على شكل تشغيل الاضاءة، على شكل تشغيل الاضاءة بالضبط، تمام. كيف ممكن نحن ننفذ هذه العملية؟ رح اقول لك الاشكال الاقل معنية بالاضاءة هي الدائرة الخلفية لونها اصفر، وعندي هدول النصوص مع الخط الموجود بهذا المكان. رح اتوجه الى حركات وافعل جزء الحركة وابدأ بالعمل. رح اختار الان 100% مثلا، اضغط كنترول واختار كل هذه الاشكال مع بعض البعض مع الدائرة الخلفية، وبختار تضاؤل كتأثير تضاؤل، تمام. طيب الآن التأثيرات كلياتها عندي هون محددة ابتداء، فبجي بختار اللي بده يكون عندي مع السابق، وبجي فقط لأول خيار وبسويه عند النقر. الآن لو شغلنا شريحتنا رح يكون عندي شريحة معتمة ما فيها شيء، لمجرد النقر رح يشتغل معي
الإضاءة وتطلع معي وتبرز معي النصوص والمحارف الموجودة بالعموم. هذه هي لوحتنا باختصار. طيب برجع بحدد الكل، أضغط مفتاح الكنترول وبنكر مع السحب لحتى أنا أعمل نسخة تانية من كل الأشكال. طيب أنا راح أحدد وأعدل، بتكون عندي هون نسبة 75%، تمام، ونكتب الشروحات وما شابه ذلك. راح أعدل هون الرقم إلى 2 وأبدأ الآن بتزيينات اللونية. راح نتوجه مرة تانية إلى تنسيق الشكل، هي تنسيق الأشكال، وبجي إلى اللون الغامق، راح أختار اللون من هذا اللون اللي عندي إياه، وعندي اللون الثاني راح يكون معاي، كمان بختار أداة اختيار اللون وبختار اللون الثاني. نفس المبدأ راح نطبقه على الخط، تمام، المرسوم هذا المكان، كمان بختار اختيار اللون وعندي هذا اللون، وبرجع النقطة الثانية المقابلة أيضا ونرجع إلى اختيار اللون وبختار اللون مرة ثانية. نفس المبدأ راح أحدد النص، أنكر باليمين وبتوجه إلى تنسيق التأثيرات النصية، تمام، وبرجع إلى التدرجات اللي عندي هون وبختار هذا اللون الغامق، أو عفوا هذه كنترول زد، هذا راح يكون عندي اللون الكاشف، تمام، وهذا اللون الغامق عندي بهذا الشكل بالضبط، تمام. طيب برجع على الشريط الرئيسي وبنسخ التنسيق، بنطبقه على التايتل وبنطبقه على الرقم 02 هو بالأسفل، لكن فقط أني أرجع أكبر حجم الخط شوي فقط لا غير. برجع بحدد الأشكال كلياتها، أضغط كنترول وبنكر مع السحب لحتى نعمل نسخة تانية منهم، نفس المبدأ، ويكون عندي النسبة 50%، يتم التعبير عنها مثلا باللون الأزرق، تمام. راح أرجع أحدد الشكل هذا، تمام، نفس الشكل، أحدد هذا الشكل، ونجي إلى تدرجات وأعدل فقط الألوان، أختار هذا اللون الأول، تمام، وبجي على النقطة الثانية وبجي بختار اللون الثاني بالضبط، تمام، مثل ما أنا شايفين. نفس المبدأ، نفس المبدأ، النصوص اللي عندي أنكر باليمين وأختار تنسيق تأثيرات النصية، وتدرجات اللي عندي إياها هذا اللون، بجي بختار هذا اللون، وهون عندي استخدمنا اللون الثاني، تمام، عفوا اللون الثاني، نسخ التنسيق وبطبق على التايتل اللي هون وعلى النص يلي هون، تمام. طيب بس إني أنا أرجع هون أكبر حجم الخط حتى إضافية فقط لا غير. نرجع بنحدد معانا الخط الموجود أو البقي، ونجي لتدرجات اللونية ورح نغير التدرجات. عندي هذا اللون الأول وهذا عندي اللون الثاني بالضبط. خلنا نضع الأشكال في منتصف الشريحة بالضبط، تمام، ونحذف الألوان ما عاد لي أي احتياج فيه الآن. رح أشغل شريحتنا ونشوف كيف صارت معانا الإضاءة لرسومات الإنفوغراف. لما رح أنكر رح يشتغل الخيار الأول أو التحليل الأول، تمام، كرسم بياني. لما أنكر رح يشتغل الخيار الثاني، ولما ننكر راح يشتغل معنا الخيار الثالث. أتمنى إن شاء الله بهذا اللقاء أكون قدمت لحضراتكم الشيء الجميل والنافع واللائق فيكم كالمعتاد. فتكرما لا تنسوني من تفاعلكم ودعمكم لحتى أقدم المزيد. دعواتكم لألنا، والسلام عليكم ورحمة الله.